اوكي. اول حاجه سلطه التونه، تمام. فيها كلام كتير قوي دي يا دكتور. دي فيها كلام كتير. دي فيها، قولي لنا بس المكونات بتاعتها. بصي المكونات: تونه، جرجير، شبت، بصل، فلفل الوان بس كده. اوكي. ليمون وملح وفلفل. يلا بينا. تمام تمام. بنجيب بوله كبيره اهي، ما هرب وانا هناك. تمام. نبتدي نبتدي بقى، واحنا بنبتدي كده سلطه التونه، قولوا لنا بقى حكايه التونه. حكايه التونه، بص يا ستي، حكايه التونه ان التونه من احسن الحاجات اللي فيها بروتين، صحي جدا، وكمان ان وكمان مليانه اوميجا 3 طبعا. طبعا من افضل انواع الاسماك، يفضل جدا ان انا اخدها مرتين في الاسبوع، بس ما ينفعش ان انا اخدها كل يوم علشان هي فيها نسبه زبده. فهي يعني مرتين في الاسبوع. دكتور قالت ان التونه مهمه ومفيده، فانا هعيش على التونه يعني. مفيش حاجه، مفيش حاجه مهما قلناها ان هي اقدر مفيدة، اقدر اي حاجه عليها. هتزيد عن حدها هتتقلب للضهر. صحيح. يعني واولهم اللحمه. بصي انا حطيت شويه ليمون، حطيت ملح وفلفل. اوكي. اول حاجه ببتدي بيها بحط البصل. السباتشولا هي كانت جايبه لي اهي. بصي بقى، قلب قلب بصل وليمون، يعني ادي معانا ليمون طبعا، بصل ليمون، وبعد كده هحط التونه. طبعا بحاول ان انا اصفيها من الزيت، ما باخدش الزيت بتاعها. سلطة التونة من الحاجات المشبعة جدا 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 بالليل، بتشبع، بأفكارها حلوة، بتبقى مليانة ingredients كلها كلها فيها قيم غذائية، ليها قيم غذائية عالية جدا. هنحط عليها الشبت، والجرجير. بمناسبة بقى الشبت والجرجير، فأنا نصيحتي لكل الناس، خدي الست بتاعت الخضرة بالحضن طبعا، دي كتومة غذائية. أرجوك يعني، من ناحية نقطع علاقتنا بالراجل بتاع الحلويات، ومن ناحية تانية ناخد الست بتاعت الخضرة بالحضن. لازم لازم بيتك زي ما انت بتفكري، انت هتطبخي ايه النهارده، رز وخضار ولحمة أو فراخ، كل ده حلو. لازم لازم أفكر أنا جبت جبت جرجير، جبت تونه، جبت سوري جبت جرجير، جبت خضره، جبت شبت، جبت بقدونس، كل الخضره من الحاجات اللي بتعلي الحرق والمضره للبول، وحاجات انتي اوكسيدنتس طبيعيه جدا جدا. حطينا الجرجير، وهحط شويه فلفل الوان. احنا حطينا الجرجير اصلا، يعني فايده الجرجير يعني عد ولا حرك. كل حاجه فايده رائعة. الجرجير مقوي عام للمناعه، مفيد للشعر جدا، مضر للبول، مفيد للكلى. هحط شويه، انا مش عايزه اوسخ، انا عايزه بس معلقه، شويه فلفل الوان كمان. زي ما احنا عارفين ان كل ما الطبق اتلون زياده، كل ما بقت، انت بتاكدي عليه يا دكتور، يعني لازم يبقى فيه الوان وطبق السلطه، كل ما بقت قيمته الغذائيه اعلى. يعني مثلا 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 الفلفل الاحمر فيه فيتامين سي اكتر من البرتقانه، فده من الحاجات اللي بتقوي المناعه جدا.
ولو في فلفل اخضر كمان، والفلفل الاخضر روعه. الفلفل الاصفر مليان بيتا كاروتين المفيد للنظر وللجلد، يعني لو يعني عارفه ان احنا عندنا في الشتاء دلوقتي جلدنا شويه ناشف. صحيح. كل ما انا اكلت حاجات صفرة زي الفلفل الاصفر، البطاطا، الجزر، كل ده مليان بيتا كاروتين، خل جلدك ناعم ومشدود. صحيح. من ضمن الحاجات في التخسيس مهم جدا انت بتاكلي ايه، يعني مش الهدف ان انت تبقي وزنك كذا طبعا، فنزلنا بقينا وزننا انا هيك فنزلنا بقينا وزننا كذا، ده مش هو خالص. ليه؟ لان انا ممكن انزل للوزن ده وما بقاش شكلي حلو. الحاجات اللي تضمن لك شكل جلد حلو هي ان انت تكوني بتاكلي حاجات ملونه اكتر. ممكن انزل وصحتي مش كويسه برضو، ممكن انزل وابقى برهرطه، ممكن انزل بترهلات، ممكن انزل وبطني تكرمش، ممكن انزل وابقى يطلع يجي لي سيلوليت زياده. صحيح. يعني بالذات الناس اللي هي بتعمل دايت سريعه، اللي بتعمل الدايت السريعه دي بتزود لنفسها السيلوليت مش بتقلله. ده غير الدايت اللي بتعمل في المناسبات اللي هو انا عايزه اخس. هو انت ما هي فكره، الفكره ايه؟ الفكره ان خلايا الدهون مخزن للتوكسينز، فانت كل ما خسيتي بسرعه كانك بتطلقي التوكسينز، كأنك بتطلقي التوكسينز في الجسم، بتطلقي السموم في الجسم، فبدل ما السيلوليت يقل يزيد. بصي قد ايه شكلها حلو. ممكن بقى كده